أفضل دوري بالخليج من وجهة نظرك؟ والله من وجهة نظري أن الدوري السعودي. والله صراحة أنا أشوف أن الدوري السعودي. والله هو الدوري السعودي صراحة من أقوى دوريات في دول مجلس التعاون. من وجهة نظري أتوقع الدوري السعودي أفضل دوري. وجهة نظري أنا أن أفضل دوري هو اللي هو الدوري السعودي. منو أفضل نادي بالخليج من وجهة نظرك؟ أفضل نادي بالخليج، شوف أنا قدساوي ها، يعني أنا أحب القادسية قدساوي، بس كأفضل نادي أنا عندي الهلال السعودي. الهلال السعودي. الهلال السعودي صراحة من أقوى الأندية في دول مجلس التعاون وفي الخليج. الهلال السعودي. الهلال 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 كل والله مو طبيعي الهلال، يعني جماهير الهلال بالكويت واضح إن بشكل مو طبيعي لحد الحين، أغلب اللي سألناهم كل الهلال الهلال. أنت بعد شنو؟ ليكون نفسه الهلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، يستاهلون الزعيم صراحة. مع أني أنا اتحادي، الهلال 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 السعودي يعني بالنسبة لك هو الأفضل. وهذه وجهة نظر.